شراء السيارات أفضل 11 علامة تجارية للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية. تشتهر ماركات السيارات الأوروبية بالفخامة والتكنولوجيا المتطورة. ومع ذلك، كل هذا يأتي بسعر مرتفع ولا يمكن الاعتماد عليها دائما مثل أفضل العلامات التجارية الآسيوية. تتمتع ماركات السيارات الآسيوية مثل تويوتا وهوندا ومازدا بسمعة قوية فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الوقود والموثوقية والتكنولوجيا والقدرة على تحمل التكاليف وتطوير السيارات الكهربائية والهجينة، لكنها لتقدم دائما الفخامة والأداء الذي تتمتع به العلامات التجارية الأوروبية. تتمتع ماركات السيارات الأمريكية بتاريخ طويل من المحركات القوية والصلابة والموثوقية. ومع ذلك، غالباً ما يتم انتقادها بسبب كفاءتها في استهلاك الوقود أو جودتها أو افتقارها إلى الابتكار في السيارات الكهربائية والهجينة. البحث أدناه عن العلامة التجارية الأمريكية مستوحى من سكوت كيلمر. سكوت ميكانيكي متقاعد مدى الحياة وله قناة يوتيوب لا تقدر بثمن. يرغب الجميع في قيادة أفضل مركبة متاحة يتم تقديمها بسعر جيد وقيادة موثوقة وتتطلب تكاليف صيانة أقل. فيما يلي بعض الأبحاث حول المركبات ذات العلامات التجارية الأمريكية التالية: تسلا. تسلا هي علامة تجارية أمريكية جديدة نسبيا للسيارات، معروفة بالتكنولوجيا المتقدمة وأجهزة استشعار سيتيموز تحيط بلقطات الفيديو والقيادة الذاتية شبه الذاتية والابتكار والموثوقية والأداء والكفاءة وجودة المحرك الجيدة بشكل عام. تشمل سيارات تسلا الشهيرة الطرازات S و3 و X. تعتبر سيارات تسلا باهظة الثمن مع ارتفاع تكاليف الصيانة وموثوقية القيادة الذاتية المشكوك فيها، لكنها تقدم حلولاً تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة. الولايات المتحدة متخلفة عندما يتعلق الأمر باستخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ تصنيع السيارات الهجينة أو الكهربائية. تعد تسلا في طليعة السيارات الهجينة والكهربائية هنا في الولايات المتحدة، وهي مؤيدة جداً للرفاهية والتكنولوجيا والبيئة. 2. فورد. تشتهر بسيارتها موستانج الشهيرة وشاحنتها إف شرطة واسد 5 سيلر، وتعرف بأنها واحدة من أفضل ماركات السيارات الأمريكية. تتمتع فورد بسمعة قوية في إنتاج سيارات موثوقة وعالية الأداء ومتينة تجذب مجموعة واسعة من المستهلكين. تتمتع شركة فورد بسمعة جيدة فيما يتعلق بالمحركات الموثوقة، ولكن هناك تقارير عن مشاكل في ناقل الحركة في طرازات معينة.
تقود شركة فورد سوق السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع ذلك في الغالب إلى سيارات موستانج وشاحناتها التي تعتبر الملكية. يمكن أن تكون سيارات فورد باهظة الثمن بعض الشيء، لكنها موثوقة جداً. إن سيارة فورد SUV هي سيارة جيدة جداً. إن قوة وموثوقية سيارات فورد ورام تجعلهما من أفضل العلامات التجارية لسيارات الشرطة الأمريكية في جميع أنحاء البلاد. 3. رام. رام هي علامة تجارية للشاحنات معروفة بإنتاج الموثوقية والمتانة وجودة المحرك الجيدة. تحظى الشاحنات الصغيرة مثل رام 1500 ورام 2500 بشعبية كبيرة خاصة لقدرتها على القطر والنقل. وفقاً لسكوتي، ينظر إلى رام على أنها عملية شراء سيئة نظراً لموثوقيتها وتكاليف صيانتها المرتفعة، مما يجعلها غير قابلة للمقارنة مع أفضل العلامات التجارية الآسيوية. ومع ذلك، فإن قوة وموثوقية سيارات فورد ورام تجعلهما من أفضل العلامات التجارية لسيارات الشرطة الأمريكية في جميع أنحاء البلاد. 4. شيفروليه. شيفروليه هي علامة تجارية أمريكية مشهورة للسيارات معروفة بموديلاتها الكلاسيكية مثل كامارو وكورفيت، وتنتج سيارات موثوقة وبأسعار معقولة مزودة بمحركات دقيقة، لكن ناقل الحركة في بعض الطرازات لا يمكن الاعتماد عليه. هيونداي. هيونداي هي علامة تجارية للسيارات في كوريا الجنوبية، تقدم سيارات بأسعار معقولة مع التركيز على ميزات الموثوقية والسلامة. هندتي هي علامة تجارية للسيارات تتحسن بمرور الوقت. النماذج القديمة ليست جيدة جداً، وتم تصنيعها بسعر رخيص جداً، لذا فإن موثوقيتها ليست جيدة جداً. تميل المحركات إلى الانفجار وفقاً لسكوتي. نيسان إنفينيتي. نيسان هي علامة تجارية يابانية للسيارات، توفر الموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف، مع علامات عالية للسلامة والأداء. يتم تصنيع سيارات نيسان بسعر رخيص جداً، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة. تعاني سيارات الدفع الرباعي مثل نيسان روج بشكل خاص من قطع الغيار الرخيصة وتكاليف الصيانة المرتفعة. لقد أحببت دائماً سيارتي نيسان، ولكن يمكنني أن أرى كيف يمكن أن تكون بعض الطرازات والسنوات أفضل، ولكن بشكل عام، تم تصميم العلامة التجارية بجودة أقل من العلامات التجارية المذكورة أعلاه. سوبارو. سوبارو هي علامة تجارية يابانية للسيارات معروفة بنظام الدفع الرباعي والمركبات القوية والموثوقة التي تم تصميمها لتدوم طويلاً.
لا تعتبر سيارات سوبارو هي الأفضل للشراء لأن ناقل الحركة الخاص بها لا يدوم، على الرغم من أنها تتحسن. محركات سوبارو أيضاً غير موثوقة بالنسبة للمركبات القديمة. بالنسبة لسوبارو، قم بشراء مركبات العام الجديد. تتحسن موثوقيتها وجودتها مع مرور الوقت. سوزوكي. سوزوكي هي علامة تجارية يابانية معروفة بالموثوقية وكفاءة استهلاك الوقود والقدرة على تحمل التكاليف والتطبيق العملي للشخص العادي. من المعروف أن لديهم أنظمة نقل ومحرك جيدة. ربما تتعاون شركة سوزوكي مما قد يؤدي إلى تحسين موثوقية بناء سوزوكي. ميتسوبيشي. ميتسوبيشي هي علامة تجارية يابانية معروفة بموثوقيتها والقدرة على تحمل التكاليف والمتانة وكفاءة استهلاك الوقود الجيدة. من المعروف أن لديهم أنظمة نقل ومحرك جيدة. تعتبر سيارات ميتسوبيشي أقل موثوقية من العلامات التجارية المذكورة أعلاه، وتتطلب تكاليف صيانة أعلى وفقاً لسوكوتي. كيان. كيان هي علامة تجارية كورية جنوبية معروفة بموثوقيتها والقدرة على تحمل التكاليف والتصميمات الأنيقة والكفاءة الجيدة في استهلاك الوقود. من المعروف أنها تتمتع بأنظمة نقل ومحرك دقيقة تسمح بقدرة نقل سلسة. تتحسن كيس كعلامة تجارية، لكن السنوات والنماذج الأقدم يتم تصنيعها بسعر رخيص جدا بمحركات تنفجر وفقا لسكوتي. شكلها يشبه الصندوق يجعلها أقل أمانا وأكثر عرضة للتدحرج في حادث. إذا أعجبتك المعلومات المذكورة أعلاه وتريد المزيد من المعلومات، فتأكد من مراجعة سوزوكي كيلمر على يوتيوب. قناة اليوتيوب المفضلة حول صيانة السيارات والعلامات التجارية والاقتصاد. يعد سوزوكي كيلمر شخصية مشهورة على يوتيوب مع أكثر من 5 ملايين مشترك بسبب وفرة مقاطع الفيديو حول السيارات وصناعة السيارات التي ينتجها بناء على خبرته كميكانيكي سيارات لأكثر من 54 عاماً. سوزوكي لا يتمتع بالخبرة، فهو يقدم لك المعلومات بشكل مباشر وبطرق سهلة الفهم. يوتيوب علامة @سوزوكي كيلمر. أنا أحب شخصيته المتحركة والأنيقة والحماسية، إلى جانب تقديم محتوى لا يقدر بثمن مفصل للغاية وواضح ولكن موجز. مقاطع فيديو سوزوكي مسلية ولا تقدر بثمن. أشعر حقاً أنه يجب أن يكون سعيداً بمعرفة أنه بالتأكيد يترك وراءه إرثاً عظيماً للآخرين ليتعلموا منه ويتبعوه. يتمتع سوزوكي بالكفاءة والخبرة والمعرفة العالية.
إنه يقدم موقفاً مستنيراً مدعوماً بسنواته التي لا تعد ولا تحصى في الحفاظ على هذه السيارات طوال حياته. يقدم سكوتي نصائح رائعة حول إصلاح وصيانة السيارات، ولكنه يرشدك أيضاً خلال إجراء الإصلاحات بنفسك. يشرح سكوتي المشكلات والمشكلات الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ونصائح الصيانة. يتمتع سكوتي بالمعرفة والخبرة الفريدة من نوعها. حماسه يجعل مقاطع الفيديو الخاصة به ممتعة وممتعة للغاية. إذا قررت أنك تحب محتواه أيضاً، فتأكد من الاطلاع على كتب سكوتي كيلمر وظهوره التلفزيوني وبرامجه الإذاعية التي لم أتمكن شخصياً من الاطلاع عليها بعد. شكراً لكم جميعاً على مشاركتي في هذا الفيديو. تأكد من الاشتراك والنقر على مقاطع الفيديو المعروضة هنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو للارتقاء بحياتك.